أبدأ بالنقاش في ملف انتشار القمامة في العاصمة في 3 أيام عيد الأضحى، وضيفنا السيد نور الدين مصمودي رئيس وحدة بمؤسسة كوم للنظافة. أهلا وسهلا بك، صحة عيدك. مرحبا، شكرا للاستضافة، ونقول صحة عيد كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بصفة عامة، وإلى كل عمال المسؤولين ناتكم وعلى رأسهم المدير العام. طيب سي مصمودي، شفت معنا التقرير اللي بثيناه قبل قليل متعلق بالنفايات، النفايات في كل مكان في العاصمة، هذا المشهد نشوفه كل سنة، يعني كل عيد نشوفه هذا المشهد، في رأيك لماذا هذا المشهد يتكرر؟ لازم نعطيكم معلومة لكل مواطن لازم يعرفها. مؤسستكم سخرت، سخرت نعم، لامي اون ديسبوزيسيون ماتيريال امبورطون تاع 350 شاحنة و 5500 عامل، باش يكون مواطن في حاله، في كل حي حاله نظيفه، ويدون بور يدوني اون بون ايماج لونفيرونمون تاع اون جينيرال. ولكن المشكل الكبير كاين نقص توعيه تاع المواطن، ومونك دو كومبليسيتي تاع المواطن، المواطن ماهوش واعي. ما فيش نقص رقابه؟ رقابه ربما. نقص رقابه، هذه كاين الجهات المخصصه لهذا الشيء. هذا شكون هي؟ البلديه مثلا؟ البلديه، وكاين بلديه هي البلو ماجيستر دو لا كومين. نعم. هو الاول، المسؤول الاول للبلديه. احنا نهضروا على مؤسستكم. نعم. مؤسستكم تقوم بالدور تاعها بدوامه، عندنا اش 24 7 على 7. العمال في هاد المناسبه تاع العيد الاضحى، باسكو مناسبه خاصه ماشي كيما المناسبات الاخرين، حتى العمال منعنا العطل السنويه والعطل ابدومادير لي جو دو روبور تاع العيد تاعهم، باش نقوموا بليميسيون تاعنا، وباش باش نصلوا لا ميسيون تاع لا كولكت. طيب انتم كم عندكم خرجه في اليوم لجمع القمامه؟ هي من المفروض تكون ان كولكت نوكتير كما يقولوا لها، رفع النفايات الليل، ولكن الله غالب، ولاو عندنا 4 دوريات، لا كولكت نوكتير تاع الليل، ولا كولكت لي تير دو كولكت دو راتراباج تاع لا كوريكسيون على 4 تاع الصباح، نخدموها لي غرون زاكس، وعاودنا لو تكون عندنا ان كولكت ماتينال تاع 7 تاع الصباح. هادوما كل ما لازمش يكونوا تاع 7 تاع الصباح، لازم تكون ان كولكت دو كوريكسيون، وعندنا وحده على الوحده تاع العشيه، 4 دوريات. لازم المواطن لازم يكون واعي، يشوف الوسائل اللي راهي مخصصه باش المواطن يكون في نظافه مقبوله. ولكن المواطن ماهوش يشارك في ليميسيون تاعنا، في المجهودات تاعنا. حنا ولينا كل عيد الاضحى نبقاو نديروا في برنامج ونسطروا في برنامج، باش خاطرش عندها خصوصيات، كاين نفايات تاع فضلات تاع الاضحيه، وكاين نفايات تاع المنزليه، وكاين نفايات واحده اخرى اوتر نفايات، اللي ولينا حنا نديروا تري لو تري باش نرفدوا هذه النفايات هذو. يعني انتم اللي تصنفوهم، انتم اللي تفصلوهم. حنا اللي نصنفوهم، زادوا لنا حتى الخبز يخلطوه مع 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 النفايات. هذا مشكل كبير. طيب غير الخبز، وش نلقاو نفايات غير الخبز؟ كل نوع من النفايات، نلقاو نفايات الزجاج، نلقاو الحديد، نلقاو بنوات، من كل نوع من النفايات. ولينا الشاحنات حنايا الحمد لله، الوصيه الولائيه عطاتنا عتاد مودرن، عتاد جديد، لا فلوت تاع البارك تاعنا تكوم الحمد لله راهو مودرنيزي، عندنا والحمد لله الوسائل الحديثه موجوده، يعني باش طيب نقوموا بالمهام. الوسائل كاينه، الدوريات مضاعفة يعني تريبل ولا أكثر، العمال كاينين، الشاحنات موجودين، بصح القمامة منتشرة. يعني هنا كاين خلل في مكان معين، كاين مشكل في مكان معين. هل المشكل فقط من المواطن؟ هل مشكل آخر ربما هناك، ما باليش أنا، هل هناك ربما بعض العمال ما يأدوش دورهم على ما ينبغي؟ وش كيفاش تشوف فيها أنت؟ احنا لحقنا نقولوا المواطن ماهوش يشارك في المجهودات تاع المؤسسة. كيف يولي يشارك؟ واش يدير باش يولي يشارك معك؟ المواطن لازم يكون واعي، ما عندوش لانسيفيزم، سي لانسيفيزم، مازال يرمي حمار لك انت، كل وقت يرمي النفايات تاعو، اتو مومو يرمي النفايات تاعو، يطلع بصاشي يحبط ب10 صاشيات، من المستحيل. لا دونسيتي تاع لي زور دو ميناجي سي سون امبورطون، اون دونسيتي اكزوربيتونت،
دونك المواطن لازم يفهم احترام الوقت، احترام وقت لرمي النفايات، هذا شيء امبورطون. جميل جدا. طيب ناخذ راي المستهلكين. سي مصطفى زبدي رئيس جمعيه حمايه المستهلك ينضم الينا مباشره عبر الهاتف. مساءك سعيد وصحة عيدك سي زبدي. مساءك اسعد واعدكم مبارك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب سي زبدي، النت كوم ممثلها موجود معنا اليوم في 90 دقيقه. العاصمه تحولت وبعض مدن الوطن تحولوا الى عباره عن مفارغ عموميه، في كل مكان تلقى مفرغه. المواطن لا يحترم مواقيت واماكن رمي القمامة، هذا هو العنوان والخط العريض لهذا المشكل. بارك الله فيك. بداية لابد أن ننوه بالعمل الكبير الذي يقوم به هؤلاء، يعني وهم مشكورون على ذلك، وكذلك لقيامهم بهذه المناوبة الصعبة، يعني ونحن وقفنا حقيقة على المجهودات التي قاموا بها وهم مشكورون على ذلك. أما فيما يخص مسؤولية المواطن في عدم احترامه، لابد أن نعلم بأن المواطن وللأسف الشديد أحيانا يكون ضحية بعض المراوغات، نقولها بصريح العبارة، أنه هنالك بعض الأحياء التي لا تمر عليها حافلات الشاحنات. نعم، الشاحنات القمامة، وخاصة في الأسابيع الأخيرة، يعني في الأشهر الأخيرة شفنا واحدة ظاهرة جديدة، وكأن المستهلك يعني تبدل عليه الرتم تماما. شفنا بأن هنالك بعض يعني الصناديق تاع القمامات التي تم وضعها، وحتى يعني الأماكن، يعني الشوارع الضيقة اللي كانت تمر عليها الشاحنات أصبحت لا تمر عليها إطلاقا، مما أصبحت يعني نوع من الصعوبة وأيضا يعني مسؤولية زائدة على العائلات، خاصة اللي ما عندهمش سيارات باش يرفضوا القمامات تاعهم إلى هذه الأماكن. يعني هو سوء تنظيم نقولوها من طرف السلطات المحلية، ولكن أن نرمي بكل المسؤولية على المستهلك فلا. صحيح رأينا ووقفنا على بعض السلوكات الغير صالحة والبعض السلوكات التي لابد أن ننبذها والتي يعني لا نزكيها، يعني ونطلب يعني إجراء عقاب، يعني عقاب فيها، ولكن رغم كل هذا لازم نعرفه. هو تحدث عن العاصمة، لازم نعرف أن العاصمة وكم تحتويه يعني من 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 عائلات، يعني العدد الكبير الهم المهم، يعني كاين بعض. نعم. يعني طيب. الأخ الكريم أيضا أنه كاين بعض الأحياء في العاصمة وللأسف الشديد في اليوم الأول من شهر من العيد لم تمر عليها، يعني لم يمر عليها أعوان نتكوم، لازم يعرف هذا. طيب. أيضا طيب باش نكونوا منطقيين، مؤسسة نتكوم لا تغطي كل العاصمة، فقط لوش قال سي فقط جزء منها، وهناك مؤسسة أخرى. ولكن سي زبدي، نحن اليوم في 2015 داخل 2016، بقينا ما زلنا نتكلموا على النظافة، نتكلموا على القمامة، يعني بين قوسين واسمح لي على هذا المصطلح، عيب نتكلموا على هذا الموضوع. العواصم الكبرى، العواصم العالمية، المدن الكبرى تجاوزت هذا المشكل. نحن في 2016 نتكلموا على القمامة، ما قدرناش نخرج من مشكل القمامة. هل لازم ندخل اليوم في مرحلة جديدة، مرحلة العقاب القانوني، مرحلة الغرامة المالية، يعني ربما مثل ما يفعلوا في البلدان المتقدمة؟ بارك الله فيك. يعني وهذا السؤال أشكرك عليه، لأننا منذ أسابيع أطلقنا حملة أنه لا بد من المواطن الذي يقوم بتوسيخ المحيط والذي يقوم بتعكير يعني صفوة المستهلك الآخر أن يلقى عقابه، وطالبنا بعقوبات مشددة. على حسب ظني هنالك قانون قديم ولكن لا يتم العمل به، هنالك أيضا ما تسمى بالشرطة البيئية ولكن لا أثر لها. نحن يعني نعطيها لك صراحة، نطالب بتسليط عقوبة صارمة على كل مواطن يقوم بمخالفات يعني النظام العام، كرمي القمومات في غير مكانها، كتوسيخ المحيط، حتى يعيش المستهلك يعني مطمئنا. من غير المعقول يعني ونشوف هنالك جمعيات مشكورة تقوم بحملات تنظيف وبحملات يعني تحسيسية إلى غير ذلك، ويأتي شخص يعني وللأسف الشديد وسخ معفون يعني يرمي المزبلة تاعه في أي مكان ولا يحترم يعني للمحيط ولا الجيران. يا أخي أنا مع هذا القانون، ولا بد أن يكون هذا القانون، ونحن في أول مقترح يعني إذا ما التقينا بوزير البيئة يعني
أننا نطالب بسن قوانين صارمة حتى يتحمل كل المسؤولية. جميل جميل يعني جميل سي زبدي، خليك معنا، سمعت كلامه يا سي مسمودي، تكلم قال هناك جهود من طرفكم، هناك يعني بذل مجهودات وجبارة، ولكن هناك بعض غياب على بعض الأحياء، هل صحيح أنتم في المؤسسة حتى نكون صريحين سجلتم غياب عن بعض الأماكن تهاون من طرف العمال، أم أنه ربما نقدر نقول بالعمالكم ما تغيبوا حتى نهار ولم يخطئوا؟ شوف سيدي، احنا عمال المؤسسة نذكم وبرأسها الإدارة سطرت برنامج خاص لرفع النفايات، وخاصة في هذه المناسبة، هذه مناسبة خاصة. إلا لحقنا كما يقولوا بالدرجة، ما لحقنا ما ندخلوش إن ريال، ولا ما لحقنا ما فدناش إن كارتي، سكينا نوبستاكل ما كاش منه، خاطش عندنا ان بلان دو كوليكت، نخدمو افيك ان بلان دو كوليكت، ونا با دروا دو ديليسي ان كارتي ولا دو ديليسي ان ريال، غير لا كان ان اوبستاكل اللي ما نقدروش ندخلو. راك تعرف المواطن، انا نقول المواطن سي لانسيفيزم، عنده ستاسيون مو ستاسيون كيما يحب، عنده عرس يغلق طريق، كاين دي زوبستاك باش ما نلحقوش نقوموا بهاد العمليات باش. طيب اعطينا العراقيل والمشاكل اللي تجي من المواطن، اعطينا التصرفات اللي تحسوا فيها بان عمال النظافه اصبحوا يعني بين قوسين مع كل احتراماتنا اليوم اصبحوا محتقرين لدى الشعب، ما هي التصرفات الغير اللائقه؟ من بعض التصرفات غير اللائقه من عند المواطن، كاين تكون شاحنه تقوم بالدوريه تاعها اوتوماتيكمون تكريان ان بلوكاج تاع سيركيلاسيون، لا ينوض المواطن يبدا يكلاكسوني، يبدا يقوم بكلام غير صالح، يسف العامل اللي راهو ينظف له في الحي تاعو، تصيبو من الحي هذاك ينظف له في الحي تاعو، ينوض يسف فيه ولا يضرب، يلحقوا حتى للضرب المواطن هذا العامل، هذا هو عامل او عامل مجبور عليه باش يخدم هاد المهنة، باش يلفد هاد النفايات هذول في الطريق، يجي للمواطن مواطن متقلق ولا باسكو بلوكا له الطريق، يبدا يشتم فيه ولا يسب فيه ولا يدير عليه امبريسيون. طيب ما زالت هناك عقليه عند المواطن الرمي القمامه من اعلى الطوابق في العمارات؟ موجوده موجوده، وكل مواطن يعرف روحه، اللي يرمي من الطوابق يعرف روحه، موجودة بصفة. سرقة الحاويات، يا سرقة الحاويات راهي، شوف سرقة الحاويات حتى لحقت داروا ريفليكسون الوصية الولائية، حتى بدلوا الحاويات من بلاستيك ولات الجالفانيزي حديثية مظهورين في الشوارع، من ولاو من الفار ولاو الجالفانيزي. طيب سي زبدي، سمعت كلام سي مصمودي رئيس وحدة فيناتكوم، ربما ثقافة تغيب علينا، يعتقد الكثيرون بأن التحضر هو في اللباس، التحضر هو في السيارة الفاخرة، ولكن التحضر الأكبر اللي هو تحضر النظافة يغيب بزاف على المجتمع الجزائري، ما نعموش، ولكن المشاهد من العاصمة هي أحسن دليل. ما هو في رأيك السبيل أو الطريق لبث ثقافة التحضر في النظافة عند الجزائريين؟ هل هناك حملات توعوية؟ هل أن الحملات التوعوية أصبحت لا تؤتي ثمارها، يعني تهدر من الصباح ولكن لا أحد يسمعك؟ شوف يا أخي الكريم، يعني لم أكن في وضع ضعف في الدفاع عن المستهلك، يعني مثل هذه الحالة التي أنا عليها الآن، وخاصة لما يتعلق الأمر بنظافة المحيط، لأنني صراحة ليس لدي من الأدلة ومن المعطيات القوية التي يمكنني بها أن أدافع عن البعض حتى لا أعمل. نعم. ولكن هنالك آية تقول إن الله يغير بالسلطان ما لا يغير بالقرآن. يعني حديث، نعم حديث. نعم، هنا الردع أحيانا نافع جدا، والردع أحيانا لابد منه لأجل أن يعيش المستهلك مرتاح البال ومرتاحا في محيطه جراء أعمال البعض التي وللأسف الشديد لا يقومون بمثل هذه السلوكات إلا في الجزائر. نعطيك على سبيل المثال، نعم. وقع إشكال في حي راقي، يعني وين أصبحت القمامات يعني متراكمة إلى درجة يعني درجة كبيرة، ومن بين الأشخاص الذي قام برمي القمامة في غير الحاوية، وهذه من بين العيوب التي نعيب عليها على المؤسسات النظافة، أنه أحيانا أماكن الحاويات غير مناسب إطلاقا،
فلا بد من مراجعتها. الإشكال ليس في تغييرها من البلاستيك إلى الجلفانيزي، ما سوف يعني يغير من سلوك المستهلك. من بعض الناس الذين رموا بالقمامة إنسان أجنبي، يعني عنده جنسية أجنبية ويعيش في ذلك الحي. يعني للأسف الشديد أصبح المنطق المحيط هو الذي يغير سلوك الناس. جميل. الشديد. وهنا أعيد وأقول أنه أحيانا وليسامحني المستهلك الجزائري وتسامحني العائلات الجزائرية أنه لا بد من القصاص ولا بد جميل. من العقاب جميل. الشديد. طيب. حتى نعيش في راحة. مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، شكرا جزيلا لك. سي مصمودي، ثقافة المواطن الجزائري في التعامل مع النظافة ورمي القمامة في رأيك ما هي الطريقة ربما الناجعة للقضاء على مثل هذه المشاكل؟ هل توافق سي زبدي الرأي هو الطريقة الردعية والغرامات المالية وغيرها من القوانين؟ هو مشكور على هذا الرأي، هذا وهي لازم نرجعوا للفيرباليزي للسيتويان كما كانت زمان، يقول لك وقت الحارس البلدي هذاك فو فيرباليزي، باسكو لو سيتويان الجزائريان ماشي كاع ما نعموش، كاين المليح كاين الدوني، يفو تقيس له الجيب تاعو، يعني غرامات ماليه تقيس له الجيب تاعو، هذاك هو الحل. خاطش اليوم الحقنا وين راهي كل الناس تهضر غير على البيئه ونظافه المحيط، ولكن لو كومبليس لو سيتويان لو بريمير ريسبونساب باش يكون كومبليس افيك نو ميسيون باش يعطينا يسهل لنا لا ميسيون تاعنا ماهوش يشارك فينا. طيب سؤال اخير، عمال ناتكوم لما يرون مجموعه من النفايات او يعني ربما مفرغه وليست مفرغه رسميه، يعني مجموعة من المواطنين يتيشوا القمامة في مكان غير مخصص للنفايات، ملزمون بحملها ورفعها أم ملزمون برفع ما يوجد في الحاويات وفقط؟ شوف احنا عندنا ان بلون دو كوركت تراسي، كاين عنده برنامج يمشي عليه، وهاد لي ديشي هاد لي نيش سوفاج نديروا لهم برنامج تاع لي زوبيراسيون داسينيسمون، يقول لهم سي دي زوبيراسيون داسينيسمون لي بور ايليميني لي بوين نوار، هادوما باسكو هادوما ماشي داخلين في البلون دو كوركت. شاحنه مخصصه، خاطش كاينه اينيتود نتا شاحنه تاع كاين دي ديفيرونس كاين دي كاباسيتي، كاين شاحنه تاع دي متر كوب تاع 8 متر كوب، وكل حي عنده شاحنه مخصصه ليه. نتا اليوم يلقى اينيش سوفاج ما يقدرش الى لا بان تاعو ترفد 8 متر كوب يروح يزيد يرفد اينيش تاع بالك، يعني يديروا برنامج استثنائي للاماكن الفضويه، برنامج استثنائي لهاد لينيش سوفاج هذو. جميل جدا. سي مصمودي نور الدين رئيس وحدة بمؤسستكم، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا، وبالتوفيق لكم في عملكم وفي لكل العمال تاعكم. شكرا نشكر إذاعة النهار اللي دائما تعطينا فرصة باش الله يسلمك باش نبرهنوا المجهودات اللي راهي عمال النظافة فوق رسالنا، هما يعني هما العمال صح، نقول لكم المفروض يكونوا هما الأوائل في المجتمع. معليش حنا رانا دائما في الميدان. شكرا جزيلا لك سي نور الدين.